ولنقاش آخر تطورات الانتفاضة الشعبية ضد الفساد يحضر معنا في استوديو رافدين الباحث في الشأن العراقي أستاذ شهو القرداغي، أهلا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا. وعبر الهاتف نرحب من إسطنبول برئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بكم. اسمح لي أستاذ مصطفى أبدأ مع ضيفنا في الاستوديو. هناك الآن محاولات واضحة لامتصاص هذه الاحتجاجات والغضب الجماهيري المتمثل في انتفاضة تشرين عبر حزمة إجراءات جديدة ادعت الحكومة أنها ستقوم بها. كيف تقيمون تعاطي الحكومة ومختلف مؤسسات في الدولة العراقية مع هذه التظاهرات وهذا الغضب الجماهيري الواسع؟ تحياتي لكم ولضيوف الكرام. حقيقة هذه الإجراءات التي اتخذتها البرلمان وقرارات التي صدرتها البرلمان قبل أيام هي ضمن الصراعات الموجودة بين الأحزاب قبل أشهر وقبل سنوات. هذه القرارات التي اتخذتها من إلغاء مكاتب التفتيش وأيضا بعض القرارات الأخرى هي كانت مطالب لأحزاب ضد أحزاب أخرى، يعني الصراع داخل المنظومة موجودة وليس تحقيقا لمطالب الجماهير. يعني تحقيق المطالب الجماهير سهلة جدا ويمكن لرئيس الوزراء أن يقوم بتحقيقها في حال قرر معاقبة الرؤوس الكبيرة للفاسدين، الرؤوس الكبيرة للفساد، ولكنه انشغل بمنح بعض الوعود والاستمرار في الآلة القمعية وأيضا محاولة تغدير الجماهير من خلال هذه القرارات التي تم تصديرها. نعم. والآن في حال تحدثنا عن تحقيق الوعود للجماهير، تحقيق وعود المواطنين الذين خرجوا، أكبر مطلب جماهيري الآن هو الكشف عن الأطراف التي قامت بإطلاق الرصاص على المواطنين وقتل أكثر من 100 شخص وجرح 6000 آخرين. في السابق خرجوا فقط مطالبين بالإصلاحات ومطالبين بمكافحة الفساد، الآن يطالبون بالكشف عن من قتل هؤلاء، قتل أصدقائهم وأقربائهم. وبالتالي نرى أن الحكومة العراقية بدل أن تقوم بإجراءات حقيقية للتحقيق والكشف عن هذه الميليشيات التي تعتبر فوق الدولة وفوق القانون انشغلت بأمور أخرى واعتبرت أن قتل شهداء يعني هذا الحل وكأنه حل جوهري وتم تقديم المجرمين للعدالة، ولكن إلى الآن لم يخطو أي خطوة لتقديم المجرمين للعدالة وضمان عدم تكرار هذه المجازر. يعني لا يوجد أي ضمان لذلك. نعم. من الممكن أن يتحول حتى مظاهرات التي من المتوقع أن تخرج غدا، من المتوقع أن يتكرر نفس الإجراءات القمعية ونفس الدماء تسيل من جديد. بالحديث عن تظاهرات الغد ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى، بعد كل هذه الأيام الماضية من التظاهرات وهذه الانتفاضة التي اعتبرت موجة أولى تمهد للموجة الثانية التي ستنطلق يوم غد في جمعة الوفاء للشهداء، ما هي أهم المكاسب التي حققها المتظاهرون في الموجة الأولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام والأخ العزيز شاهو القرداغي. لو لم يتحقق إلا فضح إرهاب هذا النظام واستهتاره بكل القيم الإنسانية والحقوق الإنسان وإسقاط المحرمات التي كانت في السابق أو الخطوط الحمراء التي كانت توضع من أمثال يعني سلطة المرجعية الشيعية في النجف، لو لم يتحقق إلا هذا لكفى. والحقيقة أن هذه الانتفاضة الشعبية حققت ما هو أكثر من ذلك. نعم. هي أولا كشفت عن وحدة العراقيين وكشفت أن العراقيين جميعا مستعدون للثورة ضد هذا النظام أو ضد هذه العصابة بالحقيقة التي تقتلهم وتسرق أموالهم وتعتدي على حرماتهم. هي أيضا كشفت عن رفض الشارع العراقي للنفوذ أو التوغل الإيراني في العراق الذي حصل من إهانة لرموز النظام الإيراني أمثال خميني وخامنئي والهتاف بشعارات مناهضة للنظام الإيراني العنصري الطائفي، يعني هذا أيضا كله من منجزات هذه الانتفاضة الكبيرة. أرجو أن تبقى معنا أستاذ مصطفى. أستاذ شاهو، بعد هذه الدماء التي سالت عشرات الشهداء وآلاف الجرحى
وشعور العراقيين بأنهم هدف معلن لهذه الحكومة للأسف الشديد، وأنها تبدأ معهم بالتفاوض بالرصاص والدم والحديد والنار. هل ثمت شرعية لهذه الحكومة التي أصبحت تتآكل أمام هذا الفساد وأمام هذه المطالبات الجماهيرية الكبيرة بالتغيير؟ تم الحديث عن إجراءات كبيرة وعمليات كثيرة للتزوير، تزوير الأصوات والتلاعب بالأصوات في الانتخابات الأخيرة التي حصلت، ووصول هذه الأحزاب السياسية للحكم وإجراءاتها القمعية تجاه المواطنين يؤكد أنها وصلت بالتزوير إلى الحكومة وليس لا تمثل الصوت الحقيقي للمواطنين. نحن رأينا أن أكثرية المواطنين أقصد بشرعية وجودها الآن يعني. نعم. أكثرية المواطنين قاطعوا الانتخابات لأنهم علموا أنه لا قيمة لهذه الانتخابات، وأيضا تم استخدام التزوير للوصول إلى هذه المناصب. حادثة قتل مواطن واحد في الدول المحترمة تؤدي باستقالة الحكومة بالكامل أو استقالة الوزير المعني بهذا الأمر، ولكننا رأينا أن رئيس الحكومة لا يعتبر نفسه، يعتبر نفسه يعني أغلب المسؤولين الذين خرجوا، فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي اعتبر أن العراق انتصر على المؤامرة، ولم يعتبر أن هناك شهداء سقطوا وهناك آلة قمع اشتغلت في الشارع، وبالتالي هؤلاء لا يهتمون ب صبغاء الشرعنة أو شرعنة النظام السياسي الموجود حاليا. هم ماضون وباقون بالقوة، القوة الدينية موجودة، الشرعنة الشرعية الدينية، وأيضا الشرعية القوة السلاح أيضا موجودة، المؤسسات الرسمية وأيضا الميليشيات موجودة، فهي تعتمد على هذه العناصر للبقاء في العراق والسيطرة، للسيطرة على المجتمع والسيطرة على الدولة، وبالتالي لا تكترث كثيرا لموضوع بقاء الشرعية الحكومة، وهذا ما يؤكد أنها لم تكترث أيضا بالتقارير التي أثبتت وجود تزوير في الانتخابات. يعني أصل هذا أصل وجود الأحزاب الآن في البرلمان ووجود الحكومة أصلها مطعون فيه، وأيضا معاملتها بهذه الطريقة، معاملة المواطنين بهذه الطريقة وسابقا في الأحداث الماضية وأيضا سيتكرر في المستقبل، سوف يؤكد هذه النقطة بأن هذه الحكومة لا تمثل المواطنين، يعني لا تمثل صوت المواطنين، وهذا ما يؤكده طريقة تعاملها مع المواطنين وأيضا عدم اكتراثها بالدماء، وإلا كانت يجب أن تستقيل وأن يأتي حكومة جديدة ويتم معاقبة كل من تورط في هذه الجرائم. الحديث عن الشرعية ربما يقودنا كذلك للحديث عن ردود الفعل المتأخرة من قبل النواب في البرلمان الذين بدأوا بتصريح مؤخرا وتأييد الشعب وتأييد أصوات المواطنين الذين خرجوا في التظاهرات. أستاذ مصطفى إليك السؤال، نتحدث عن هذه التصريحات الأخيرة، ما جدوى مثل هذه التصريحات في هذه الفترة وإلى أي مدى يمكن اعتبارها ركوب لموجة التظاهرات والانتفاضة؟ ليس بعيدا على أقطاب العملية السياسية الاحتلالية التصريح بهذه المزاعم، ويعني هذه ليست المرة الأولى. موضوع ركوب الموجات وركوب المظاهرات الشعبية هذه يعني اعتادوا عليها حينما يجدون أنفسهم في حالة إفلاس تام، يعني يلجؤون إلى مثل هذه الألاعيب. لكن هذه المظاهرات لو تلاحظين أن هذه المظاهرات كشفت حقيقة هؤلاء ابتداء من مقتدى الصدر وغيره، لأنها لم تستمع إلى نداءاتهم ولم تعر بالا أصلا لكل ما تحدثوا به، لم ترفع شعارا طائفيا، لم تتحدث، لم ترفع راية إلا راية العراق، لم تقدم بين صفوفها عمامة أو شخصية سياسية. وبالتالي هذه يعني انتفاضة شعبية حقيقية، رغم أن منذ يعني حتى منذ قبل اندلاع هذه الانتفاضة كانت هناك بعض الفئات المتصيدة تحاول أن يعني تركب الموجة حتى قبل أن تبدأ، لكن الوعي الشعبي موضوع أيضا، حتى موضوع في الساعة الأولى رفعوا صور بعض المندسين، هؤلاء هم المندسون، رفعوا صور للضابط الذي قتل العراقيين في الفلوجة وفي الموصل وفي غيرها، عبد الوهاب الساعدي، وكأن هذه الانتفاضة كانت غضبة لنقله من مؤسسة إرهابية إلى مؤسسة إرهابية أخرى. أجل الثوار أو المنتفضون
أسقطوا كل هذه الادعاءات، هم رفعوا علم العراق، ويعني مع أننا لا نعترف بهذا العلم لكن رفعوا العلم المعتمد حاليا، رفعوا شعارات وطنية، ومنذ اللحظات منذ الساعات الأولى واجهتهم هذه العصابة المتحكمة بالعراق بأقصى أو بأقصى حالات الرد، الذي يعني حتى الكثير لم يكن يتوقعه، يعني نعم. أكثر المتشائمين لم يكونوا يتوقعوا. أستاذ مصطفى دعنا نتوقف هنا قليلا لو تكرمت، معذرة للمقاطعة، ضيفنا في الأستوديو يعني نحن نتحدث عن ما يقوله النشطاء في الميدان، هم يرجعون هذا العنف الشديد والمميت والمفرط معهم كما يقولون إلى غرفة عمليات إيرانية تدار من غرف مغلقة سوداء، هي التي تخطط وتقود هذه العمليات التي أودت بحياة 311 شهيد وأكثر من 9000 جريح. ما الدور الإيراني ميدانيا ولوجستيا ودعما من مختلف النواحي في هذا الموضوع وفي الاعتداء على المتظاهرين؟ هناك عدة إشارات تؤكد هذا السيناريو الموجود، من بينها التدخل الإيراني المباشر إعلاميا بشيطنة المتظاهرين واعتبارهم مؤامرة أمريكية ضد إيران في العراق، هذا أولا. ثانيا الإجراءات التي تم اتخاذها في العراق لمواجهة المتظاهرين رأيناها في إيران، تم تطبيق نفس الإجراءات ضد الحركة الخضراء عندما خرج المظاهرات، قطع الإنترنت، القمع، البدء بقتل المتظاهرين، اعتقالهم، تعذيبهم، وهذه الأمور. ثالثا وهو الأهم أن هذا الطرف أو هذه المجموعة القناصين الذين يقتلون المواطنين، من المؤكد طبعا لا شك أن الحكومة تعرف من هؤلاء، لا يمكن أن الحكومة جاهلة ولا تستطيع معرفة هوية هؤلاء، وحتى لو لم تكن متورطة الحكومة فمن واجب الحكومة حماية المواطنين على الأقل ومواجهتهم، وبالتالي هذا يعني أن الحكومة تعرفهم ولكن عاجزة عن محاكمتهم، فهم فوق الدولة وفوق القانون، ومن فوق الدولة وفوق القانون داخل العراق إما الجماعات والميليشيات الموالية لإيران أو هناك كما يسميهم قاسم سليماني مستشارين إيرانيين يعملون داخل العراق، وعملهم هو الإشراف على هذه الميليشيات لقمع التظاهرات، لأننا رأينا وحشية غير متعارف عليه في محاولة قمع الأصوات الحرة بأي وسيلة من الوسائل، وقمع قطع وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يخرج هذا القمع إلى العالم الخارجي، وبالتالي هذه الإجراءات تم تطبيقها في إيران في الوقت في المظاهرات السابقة التي حصلت في طهران وأيضا في المناطق الكردية في إيران، وهذه الإجراءات يعني طبقت حرفيا في العراق. هذا يعني إما أن يكون الطرف الجماعة التي طبقت هذا الأمر تحت إشراف إيراني مباشر أو من جزء من الميليشيات التي تم تدريبها في الفترة السابقة، نعم. لتلعب هذا الدور أثناء المواجهات أو أثناء المظاهرات، وهي جماعات تعترف بولائها لإيران ولكن تأخذ الرواتب والدعم من الحكومة العراقية ولكنها موالية لإيران وتنفذ الأجندة الإيرانية، وأيضا الحكومة العراقية عاجزة عن محاكمتها أو الكشف عنها، لأن الحكومة العراقية لو كشفت أن هناك ميليشيات خارجة عن الدولة تقوم بهذه الجرائم هي مطلوبة بمحاسبتها، وهي عاجزة عن محاسبة هذه الجماعات لأنها لا تستطيع أن تعارض النفوذ الإيراني والأجندة الإيرانية. في ذات السياق كيف يفسر هذا التناقض بين عدم تحديد هوية القناص الذين استهدفوا المتظاهرين وبالمقابل إعداد قوائم بأسماء المتظاهرين والمشاركين في هذه التظاهرات من في اللجان التنسيقية المنظمة للتظاهرات وكذلك أسماء الصحفيين الذين ينقلون ما يحدث في التظاهرات؟ لو سلمنا بأن القناصين مجهولين ولكن الذي يقطع الإنترنت وفرض حظر التجوال هو الحكومة بلا شك، يعني الحكومة قامت بهذه الإجراءات التمهيدية للمجزرة التي حصلت، وهذا يؤكد أن هناك تنسيق واضح بين المؤسسة الأمنية الرسمية وأيضا هذه الجماعات. هذه الأطراف قامت بقطع الإنترنت وقطع الشوارع وحظر فرض حظر التجوال، والطرف الآخر قام بقتل المتظاهرين وقمعهم، إذن هناك تنسيق بين هذه الأطراف وليس هناك تعارض، ولكن الآن هناك محاولة إعلامية من هذه الأطراف من خاصة الأطراف الحكومية توجيه الاتهامات إلى طرف أمريكي إلى طرف خليجي، محاولة زرع الفتنة، والقناصين جاءوا من محافظات أخرى وحاولوا إحداث فتنة، ولكن هذه الأمور لم تعد يعني تطلع على المتظاهرين، لا يمكن أن ينخدعوا بهذه الأمور، المواطن أصبح يعي تماما أن هناك أطراف قوية
وهددت قبل عام هدد احدهم ان من يطالب باخراج ايران من العراق سوف نقتله. وهذا ما يستحق ان نتوقف عنده استاذ شاهو القرداغي. استاذ مصطفى من اسطنبول، في ضوء ما جرى حتى هذه اللحظه، اعداد شهداء كبيره جدا وعنف مفرط وايضا جرحى بالالاف وربما معتقلون ومختطفون ايضا بالالاف، في ضوء كل ذلك وأمام إصرار جماهيري كبير من الشعب العراقي على المواصلة في هذا الموضوع، ماذا تتوقعون بالنسبة لمظاهرات يوم غد الجمعة وللوضع بشكل عام في العراق؟ يعني سواء في المظاهرات الغد التي تدعو إليها الجهات المنظمة والمنسقة أو في المظاهرات المتوقعة لاحقاً، أنا أعتقد أن هناك سيكون حشد كبير من المواطنين المنتفضين، وهناك أيضا سيتواصل هذا الإرهاب الذي تواجه به عصابة المنطقة الخضراء. هؤلاء الشباب المنتفض الأعزل من كل شيء إلا من الإيمان بقضيته، وبالتالي ستستمر هذه الكوارث في الجانب الإنساني، لكن هذه كلها يعني ستكون وقودا لثورة عارمة حقيقية والانتفاضة شعبية أكبر تقتلع هؤلاء من جذورهم وتربي بهم يعني في مهب الريح كما يقال. النقاط المهمة الحقيقة التي أثارها الأستاذ شاهو فيما يتعلق بتنسيق المواقف بين من يقطع الانترنت ومن يمارس هذه الأعمال الإجرامية، هذه نقاط بالغة الأهمية أنا أشيد بها. فقط أنبه يعني طبعا يعني هو هناك تكامل بين الدورين بشكل تام، وأنا أنبه فقط إلى حقيقة أو أنوه إلى حقيقة أنه يعني إحنا حتى إذا لم نجد عناصر إيرانية حقيقية يعني تحمل الجنسية الإيرانية في التصدي لهؤلاء المنتفضين، فهؤلاء يعني لدينا عشرات الألوف من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي، أو لنختار منهم آلاف من هؤلاء الإرهابيين الذين ولاؤهم بالكامل لنظام الولي الفقيه، وبالتالي هم أدوات إيران في تنفيذ جرائمها ضد الشعب العراقي. نعم، نختم في عجالة عن توقعاتكم لتظاهرات الغد، وإلى أي مدى سيستجيب الشعب لهذه الدعوات للخروج بكل الفئات؟ على الرغم من الآلة القمعية الشديدة التي تسببت بهذه العدد الكبير من الضحايا، ولكن ما دام لا يوجد معالجات حقيقية للأسباب التي دفعت المواطنين للخروج، فأنا أتوقع أن يخرجوا مجددا، وأن الوعود الحكومية مجرد تغدير وإنهاء مؤقت للتظاهرات، ولكنها ستخرج أيضا لأن الأسباب موجودة وباقية ومستمرة. شكرا جزيلا لكم باحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي، كان حاضرا معنا في استوديو رافدين، والشكر موصول كذلك لضيفنا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. شكرا جزيلا لكم.